السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الكشف عن سبب طرد السورية هيام صبحي البادي من مصر. وياريت قبل ما نبدأ التفاصيل تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. يلا بينا على التفاصيل. كشفت مصادر صحفية عن سبب قرار مصر طرد الشابة السورية هيام صبحي البادي الذي تبلغ من العمر 19 عاما بأمر من وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق. وأوضحت المصادر أن هيام صبحي البادي شابة سورية تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت فيها بالتطاول على مصر بشكل غير لائق. وأشارت المصادر إلى أن هيام صبحي لا تعبر عن المواطنين السوريين المتواجدين في مصر، لكنها حالة استثنائية حيث قامت بالتطاول على البلاد، ولا تقوم مصر بطرد أي شخص إلا بعد تحري دقيق ومعلومات موثقة. وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد نشرت قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية طرد المواطنة السورية هيام صبحي البادي البالغة من البلاد. وفي نهاية الخبر ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.